هنا على صوت الموسيقى ليطرب آذانا ألفت أصوات الرصاص والقنابل. مسلحو جبل محسن وباب التبانة حولوا خط التماس بينهم إلى نقطة لقاء سلمي، وتعانقوا يدا بيد على إدارة أول مقهى ثقافي في المنطقة يشكل اليوم متنفسهم الوحيد. بدنا مع كل رصاصة نزل جبل محسن على باب التبانة، لأنه بالأول كنا مفكرين باب التبانة شيء، بعد ما عاشرنا الشباب وفتنا ببعض صاروا يحكوا لنا ونحكي لهم طلع شيء ثاني. اثنيناتنا معترين وفقرة، واثنيناتنا بلا شغل، اثنيناتنا يعني أغنياء لبنان بطرابلس، بس أغنياء لبنان ما يفكروا إنه يعملوا معمل يشغلوا ابن الجبل وابن التبانة. قبل ما تصير هيدي المسرحية وقبل ما نفوت بهذا المشروع كلياته ما كنت بعرف شيء عن جبل محسن، لأنه عداوة وقواس وهيك ومعارك ما في شيء. الرسالة من هيدي القهوة إنه نحن بدنا كل الشباب اللي لسه الباقية اللي لسه ما جربوا هيك مشروع يجربوا هيك مشروع ويحسوا اللي نحن حسيناه ويطلعوا من الطائفية، ما بقى يركضوا ورا اللي عم بيضيعونا. بالفن كسروا الحواجز، رموا السلاح وفجروا طاقاتهم الإيجابية هذه المرة بالرقص والغناء والتمثيل. اكتشفت بيناتهم مواهب، يعني هول حرام الشباب يكونوا بالشارع، هول لازم يكونوا على طول على المسرح. وان شاء الله هيدي القهوة الثقافية اللي فتحناها يلي هي قهوتنا كفي بكفك، واللي هو التايتل بدل وبيعبر انه خلص بكفي. لما هي تختار من كل جبل محسن ما دعيت لنا لا انا ممثل اللي بقدر يطلع شي كومبلي، بقى وصل شي مهر، بقى شوية سكين وتاخذ 50,000 يمثل، يا تنزل بستر الصالون. المقهى جاء استكمالا لمبادرة جمعية مارش التي سبق أن جمعت شباب جبل محسن وباب التبانة على خشبة المسرح في فيلم مستوحى من حياتهم حمل عنوان حب وحرب على السطح. نحن كجمعية ما فينا نلعب دور الدولة، لأنه هي قلة الازدهار وهي الفقر اللي عم تخلي تسبب هيدا العنف يتراكم. القهوة اللي اسمها قهوتنا تصير مثل مساحة تفاعل من الشباب من المنطقتين حول الأفكار الإيجابية، حول السلم، حول الفن، حول البسط. هنا في شارع سوريا الفاصل بين جبل محسن وباب التبانة سكت الرصاص وتحولت متاريس الأمس وشبهات القتال التقليدية إلى فسحة أمل وطلاق سلمي. رينا دويهي، العربية،